موطنهم الأول وملاذهم الأخير. إنها الأرض التي عاشوا عليها طوال قرون، وشكلوا مع المسلمين الكرد السنة والشيعة، كما المسيحيين والأرمن والعرب، نموذجا فريدا للتعايش. هي الأرض التي تتناثر عليها مزاراتهم المقدسة، والتي شهدت أفراحهم وأحزانهم، وسجلت قصص حبهم وكدهم التي تغنوا بها منذ مئات السنين، لتؤرخ لتاريخهم العميق كما للإبادات التي تعرضوا لها. قبل بزوغ فجر يوم الأحد الثالث من شهر آب عام 2014، كان مشهد سيل السيارات الهاربة إلى الجبل الجاثم على حدود الصحراء يثير الرعب. بدا كنهر من الأضواء يخترق عتمة الليل. مركبات تحمل عشرات الآلاف المذعورين وهي تتسابق إلى نقطة الخلاص من موت أكيد، يلوح في الأفق ويشي بإبادة جديدة. حول جنود الخليفة سنجار إلى مدينة خاوية، تتناثر على طرقاتها مقابر الضحايا، وتتسلل بين دروبها العتيقة عربات دولة الخلافة، وهي تحمل مئات من أبنائها المحكومين بالإعدام، وتجر مواكب النساء السبايا إلى طريق عذابهن الطويل تحت رحمة الأمراء المجاهدين. مع خيوط الشمس الأولى وصلت إلى مداخل الجبل مجاميع العوائل المنهكة من المشي، والتي لم تجد من ينقلها بالسيارات. بعد ساعات تزاحمت على الدروب الجبلية آلاف العوائل، والتي خارت قوى العجائز والأطفال منها، فتجمعت قرب الأخاديد الجبلية بحثا عن ظلال تخفف حر الشمس الحارقة. الجيش العراقي تبخر قبل أسابيع، وانسحب الآلاف من قوات البيشمركة التي كانت مكلفة بحماية سنجار، بعد أن أسقط الرعب الذي صنعته المذابح كل إرادة للمقاومة، تاركين بذلك الإيزيديين تحت رحمة من يعتبرهم كفرة يجوز قتلهم وسبي نسائهم. قصص القتل الجماعي والاعتداء على الفتيات انتقلت سريعا عبر أجهزة الهواتف الخلوية، والتي لم تتوقف عن نقل الأخبار الصادمة كاشفة عن حجم المأساة. چاغه مکاری خوګری از بچما سرچیای مرنه واته چای شنګال عائله منو مالباته من ګلک عاجز بونو ګریان وان ګلک دا خواست کړن از وی بریار خو بو ګهرم جبر وان بخوجی ګلک تنګاوی او زحمت او تهنو برچيبون د چای شنګال د دیپون
لي بشتي من أوتيغا هاندين يا جرينجا أسهرم روشة خلقي ملوي دي دوكومين بكم من بري خدايا جي هري بيروزي أولا إزديان أو جي قليل عرشي جبر من نزاني ويتشبي وشاوا بلوي دي جابلا بينا نكارين املا ياره يا ياره قول ناره. فيما قرر سفيان توثيق الإبادة بكاميرته، تطوع آخرون لمهمة أكبر وهي القتال لمنع وصول مقاتلي داعش إلى الجبل. خلال يومين من سيطرته على سنجار، قام جيش الخليفة المؤلف من عرب وأجانب من السكان المحليين في القرى العربية المحيطة بسنجار بتصفية مئات الشباب في إعدامات جماعية، وأخذ آلاف النساء كسبايا إلى معتقلات الدولة الإسلامية في بعاج وتلعفر والموصل، فيما حاصر التنظيم أكثر من 100,000 إنسان في جبل سنجار. جابلا بنانا قاعدين نشوف شو تاس نها ام سر جالين سري جاي شنگارينا او جالين كو جيانا گلاكيش خكي شنگاري كورتار كرينو گلاجيب آبا وان جالا مرين جي بشتي 4-5 ساعتا جبني چي خل هاتيا سري چي و آب و ذات خلاص بوي هكنش آبا وان جالا با گلاكيش خكي شنگاري وش تهنا فتح سیبان آنکو نت ماند ورن یو که گوتی بیشتی بارانا اف آور بردت مینه اش بود دوار اش بود پس اف آور بردت خلقیت هیلا بس الوی فرمانه ده بو اش بو مروفا بو اش مروفا را اف اف وی آوا بارانه یا ام الحیوات 12 و 1 ده اف اف خطیه ده الحیوات 8-9 خلقی شنگاره از دیا اف آوا خواریوا وش بر وی آوا پرتاره او آوا کوب هزارا خلک شنگاره و آوه قرطال بوین او چنجه و آوه نوو دل وان خربتیم پیمین جبر اف آف آوه چالا جبنه کنه کی قیری نازنه ته زینان احسایا لین جبرینان خونه دایکی بانکر زینی جوایانی از بگویاری تک زبام که اون حال اوی جهی خو قندیل سولاخی گنده دفا او جهی سی حی با هشت نیزنگا 4-5 هزار عائله هاتی بیداری و چند روش اکر بیره ماین بشتی اینگی در بیان پیرو کارت خود بیره هشتین چک دار داعش هاتون او پیره میر دستی خو گشتین او هشتا در میوان آنکو لاشتوان قندیل ماین اف لاشاگی جیت شنگاری و هویاوی جی بیجم مال بریکاوی تا دید گر چند تصویر وینا گر جنسی عراقی اف تقریراوی اپتا بیجی یل بریکی دبو و دست دوی لنگی دوی جی کرن و نو اب دست چکدار داعش هاتی خوشتن نهال گنده قندیل سولاخینا او جهی کو داعش هاتی و گلک ما ردوان تاران کردین اوه جی رمز آشتی آلا سپی خلک شنگار برند کرد لهر اوان دشمن انسانیت و مروفاتی هاتن و درباسی ویره بون اب صدا و هزارش خلک شنگار کشتین یک شوان مارد کو داعش درباز بوید براتا اف خو آخر علشه تشتاقي مقدسة دفيز بيا لب مخابني با داعش اف براتا جه مقدس كو از بي جه باوريا وان كده جرب في آخر في تو بركي سون تخون انكو باوري باعز بيا چلو دمان سون خوان
او دبیجن ام جر ناوی الله خلکیت کجن او خو ناوی الله الدر مزارت میدائی و او مزارت دستیوان حتا شوتان دن حکی راسل جر ناوی خودی و الله او کشتریت کن و دبیجن هون کافرن او چاوا سرویده نویسی ماشالله وان دستیت خوا اف ایخستیش برده یال برده بو او دیجی زگی وی زیارت ایده زیارتا رشکا. عشرات من القصص التي وثقها سفيان ومعدو هذا التحقيق تؤكد مشاركة الكثير من أبناء القرى المسلمة المحيطة بسنجار في عمليات القتل والنهب والسبي. جيراننا خانونا، خانوا عهود الدم التي بيننا، شاركوا في الهجوم وأرشدوا المسلحين إلى بيوتنا ودكاكيننا طمعا بالغنائم. وارين باو بيران مكرنا دو جه زندانا ام جي ولي سرغن بو نه كوچرين جهان خدي دي جينيل هوان بك قطرانا قديمه پریشانو کوشتن گرتن فروتن نابودله زارد ما درانين گنجيت ما خورتيت ما نابودله دوان درانين بشارتن و برن نابودله وان درن برن فروتن تجارت بيكرن برن تجارت بکرن کچو بو کدما برن فروتن اختیار برن کالا میر کشتن گاز نما کو تعدا لی نبو اشتیا شنگالی که نفلتی تعدا و ظلم و زوری نها تسر و ام هیوی و رجایت کنش چم اللہ تی بیش کی عزبه بیش کی پارتی بیش چم اللہ تی بی آری کاری که ما ببو که دست خود ما بدریش که لا دشمنی کسیون بس بان مال میاد تا یعنی شغلک دانی بون یعنی دینی من نهیلن محاوله وان اگر ما شرک کرد با ما شرک نکرد با دینی من نهیلن یعنی عمل بر دینی خوش کنیم نه دشمنی کسیون. يمتد جبل سنجار على مسافة 70 كيلومتر ولا تتوفر في معظم مناطق الجبل مصادر مياه ولا غذاء، ومع الحر الشديد توفي في الأيام الثلاثة الأولى للنزوح عشرات الأطفال وكبار السن بسبب نقص المياه والأغذية وعدم توفر الأدوية، لكن الأرقام تضاعفت عدة مرات في الأيام التالية. يقول أحد الناجين من الكارثة: لقد أعدوا لقيامتنا لكننا نجونا، مشينا حوالي 4 أيام، كنت أصعد الجبل أحيانا على أطراف كان يحملني ابني على ظهره. في ذات مرة قلت له: اتركني كي أموت هنا، لكنه لم يفعل. داكو باي مهاردوكا فعافي تما قوما بهيلن چندي قوما بهيلن سرخاترا خودي خود پیوین او هر ونه کی جی شهر گوتنو پیو کا بیت گوتن مزمتن بدیت نامن جبر هر یکی جی چیرو کا جدا یا تجی ایشو آزر مخاوت گیری. في 20 آب كشفت إدارة محافظة دهوك الكردية عن استقبالها 700,000 نازح، غالبيتهم من الإيزيديين والمسيحيين الذين نزحوا من مناطق سهل نينوى، حوالي 250,000 من سنجار وزمار، و 400,000 من المناطق التي وقعت تحت سيطرة الدولة الإسلامية. هذا فضلا عن وجود حوالي 30,000 نازح من سوريا ومن الموصل يقيمون في دهوك. ووفق مؤسسات إيزيدية فإن 350,000 إيزيدي تركوا مناطقهم بين 5 و15 من شهر آب، وتوزع هؤلاء في 700 مدرسة إلى جانب مئات الأبنية الحكومية والأهلية ومخيمات مؤقتة وهياكل بنايات غير مكتملة وحدائق عامة في دهوك وزاخو والبلدات القريبة منهما، كما وصل عشرات الآلاف إلى محافظتي أربيل والسليمانية. بالفراش من قبل فراش
جاب من ديار قوها كهون اسلام نابن عاد يا غامني نامي ودارين انهارنا تشوي بقهن ملاتي خوا قو بقهن ايزد يا ما قوام بسلمان نابن قو باشا سيارة آنين قوارن سوار بن امي وبنا تشوي ام سوار كرن تقريبا ده پانز دم دیست مروفا سوار کرن و برن رخه که گوندی و کرن ریز و رامید کرن از این مجموعه بری دوم ام کرن سیاره ام برن شرقی گوند ام رامی کرن ام کرن ریز و ام رامی کرن جا چاق گوتی رامی کن یکی امر دای مخواه خست ارده و یه دی رامی کرن بسر مدکختن بسر مدکختن هموار همو رامی کرن و چون اگه سیاره که دیر رامی بکن چون سیاره که دیر رامی بکن ما دیدن که تلقاش دور ته چون سیاره که دیر رامی کن ام رابون نل دخ ما بون عائله ما 13 کس بون بس از ابتن فلتی ما یه دیست نزان ملکه دارین ناجن آخر یقول نعم قتل الالاف لكن هذه الأمة نجت مجددا من الفناء. و پشتا خو مارو مزلا وکن و خیریم بره خوشگور که شیرینت گرینه ایلاوه خیریم حدیم خلفیم حجی لالش نبیتی کاوری لالش بنیرم کسید نزانی افشار دشوار و گران بکنگ خلاص بی بله وقت بریت ما گویی دیتنامن افهیر و گلک آب بخواه هلگری لبله راستیا کو امنهاد بینن بتنه واره جوکو سویلان جبنی هاتیا روخاندن و خراکن افهموجی اف دیمن گلک دم جرد و حتی کو جیان لفگری و باوریا خلقی کی پیدا به بجیان لویدری مارو لم تقم الحكومة ولا المجتمع الدولي إلى الآن بوضع خطط واضحة لإعادة بناء سنجار وتقديم الخدمات لمن يقرر العودة إليها مع انتشار التنظيمات المسلحة مختلفة التوجهات. بكفن داخوا ليش من نبا ليش من نبا بعد نحو عامين من هجمات داعش وبعد رحلة شاقة وصل سفيان إلى ألمانيا مثله مثل المقاتل خير الشنغالي وعشرات الآلاف من الإيزيديين الآخرين الذين فقدوا الأمل بالمستقبل بينهم من قاتل لأشهر ضد تنظيم داعش وساهم بطرده من سنجار.
سی هیبا هشت هزار و چهارده و فرمان هاتی سری ما و اجیه کشوان که سابون که اون چیه شنگاله رو حتی هم گهشتینه روش آدائی کردستانی هم که ولاتی سوریا و ملوره در واسی کردستانی بون پشتی چه روش باری سر و روشی را من هزه پیروز فکرین دوی مارشی و که به دوی قسمتا که بکن تایبیلش علی را گهان دلیم ها جبر وید اجی مرابو کامیده دست که روانی و مخو گهان دا ولاتی سوریا جو ولاتی سوریا حتی تو چیا شنگاری بریلو که ترس و قاچخ از گهشتما جای شنگال ورژی باشی جه هر یک تفسیری کو کس کامیروان و کس که راگهاندن راگهان کار نگهشت بوی دری اوج قندیل سولا دو کیلومتر اش نوانا سنتری باشی ری شنگالی دور بوا از خطر روشا چه شنگالی ما روشا خرکی بوی دری من همو جی تصویر کرد و پشتی هنگی از حاتم ناف کمپی دا و هری ما کردستان چند کسمان حوالت مویده هاون گره سرمیده گریان گو تحاتیه دیده چه گو جیان بیدری نابی گره بی زحمتا مگوه جی حاتمه جیانه بیدری دکومنت بکم ایدی اجید خوازم دی جیانی وارا درباز بکم پشتی سنون حاتی رزگا کرن اصحاتم ناف کمپا دا جیانه ناف کمپا جی گره دبن چادران دو گره که زحمت بون من گره جاران جی دیم از چومه چه شنگال حتا سنتری باجر بازاری شنگار نه هات رزگار کردن زوی در امام لپشتی هاتی رزگار کردن او گونه قابوسی در دوری دوی او خیانت در مکرین او خوشی زبرین جبروی که جی نگو داعش وی هر داعش که خلاص بود داعش اگه گی بریش باید که اف کسین کشتین بس رهید خود شکر من دیسه باگر یعنی کسی تشتر نکود دیو جبروی که جی از حاتم مزار بن خالد بحر الجعده رحلة الموت منابه اللي بليكرو من طرق حطام حاتم مرويد ريجي قلع زحمدي في صحات ما ولات ألمانيا نوان لبي من ما يقول المؤرخون إن الوجود الإيزيدية كان يمتد على مساحة أكبر بكثير من مناطق تواجدهم الحالية في جبل سنجار وشيخان والتي حوصروا فيها خلال السنوات 150 الماضية بعد سلسلة من عمليات إبادة وإن الوجود الإيزيدي سيصبح خلال أقل من عقدين مجرد جزء من الماضي راستي ياكم من دبي أزبيجم جدل أسهز بناجاريتكم من چه هیوی نمانو هر وحا زاروکت من جی کجارکا دی ام وگرین نکراسی جیانا بپیکاتین دیرا ام هاو کارن چاویت ما قرمین جوینه مرنه و تنبونه و خرا کرنه هسترین زاروکا و قیرین و حوار نوان برهاتنت ونده و دیمنت نمانا مروباتیه بتنه کربوکین اکم مزن حاتیه چاندن دینا برا پیکاتین شنگالی دا آخ 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 از چند هیوی دکم از این شهر من دوی چندی Saturday.